السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب يومكم أعزائي الطلبة. سوف نبدأ شرح درس من دروس الجغرافية الطبيعية أجا 211، الدرس 13، الطقس والمناخ. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يتعرف على المفاهيم الآتية: الطقس، المناخ، المعدل اليومي للحرارة، الضغط الجوي. 2- يقارن بين عناصر الطقس والمناخ. 3- يحدد العوامل المؤثرة في الطقس والمناخ. 4- يوضح المناطق المناخية والمناخات الكبرى على سطح الأرض. 5- يقرأ خريطة وإحصائيات تتعلق بالمناخات وتحليلها. المقدمة: يهتم الطقس والمناخ بدراسة الأحوال الجوية وتأثيرها على الأرض والإنسان. إذن ماذا سوف نتعلم؟ عناصر الطقس والمناخ، العوامل المؤثرة فيهما. النشاط الأول: الفرق بين الطقس والمناخ. المستند الأول يتكلم عن الطقس في مدينة أبوظبي. المستند الثاني: مناخ دولة الإمارات العربية المتحدة. المطلوب: اقرأي المستندات ثم أجب عن الأسئلة الآتية: 1- صف حالة الطقس في مدينة أبوظبي يوم 17 مارس 1990. 2- بالاعتماد على معدلات الحرارة وكميات التساقط حدد نوع المناخ في دولة الإمارات العربية. 3- لماذا سميت الحالة الجوية في أبوظبي بالطقس وفي الإمارات بالمناخ؟ الإجابة: 1- حالة الطقس في مدينة أبوظبي يوم 17 مارس 1990 تتكلم عن حرارة معتدلة، رطوبة نسبية مرتفعة، سرعة الرياح بطيئة، نسبة كبيرة من الأشعة الشمسية في المدينة. 2- نوع المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة: مناخ الإمارات ينتمي إلى المناخ الصحراوي. 3- سميت الحالة الجوية في أبوظبي بالطقس وفي الإمارات بالمناخ. سميت الحالة الجوية في أبوظبي بالطقس لأنها يتم رصد الحالة الجوية لفترة قصيرة جداً. سميت الحالة الجوية في الإمارات بالمناخ لأنها تتم رصد الحالة الجوية لفترات جدا طويلة. إذن سوف نتعرف على الفرق بين الطقس والمناخ. الطقس هو الحالة الجوية السائدة في مكان معين خلال مدة زمنية قصيرة لا تتعدى بضعة أيام. أما المناخ هو الحالة الجوية السائدة في مكان معين خلال مدة زمنية جدا طويلة تصل إلى 30 سنة. النشاط الثاني: عناصر الطقس والمناخ. من خلال النشاط سوف تكمل الطالبة الشكل التالي لعناصر الطقس والمناخ. دعونا نتعرف على اللي هو عناصر الطقس والمناخ. عناصر الطقس عبارة عن ماذا؟ سطوع الشمس، الأشعة الشمسية، حرارة الهواء، الرطوبة، الضغط الجوي، التغييم، التساقط، الرياح، حرارة الهواء. إذن سوف نتعرف على كل عنصر من هذه العناصر عن كثب. أولاً الأشعة الشمسية. الشمس هي المصدر الرئيسي للحرارة على سطح الأرض. بقدر ما تكون زاوية سقوط أشعة الشمس عمودية وعدد ساعات السطوع
سطوع الشمس طويلة تكون كمية الطاقة الشمسية كبيرة وفاعلة. المناطق الواقعة بين المدارين تتلقى أكبر كمية من الطاقة الشمسية، وتقل هذه الكمية كلما اتجهنا إلى القطبين الشمالي والجنوبي. التغييم يقصد به هو جزء من قبة السماء محجوبة بالغيوم فوق منطقة جغرافية معينة. يقاس التغييم بالأوكتا أو 8 أوكتا، أي جزء من 8. فإذا كانت السماء صافية يكون التغييم 0 أوكتا، وإذا كانت السماء مغطاة كليا بالغيوم يكون التغييم 8 أوكتيات. تكون درجة التغييم منخفضة في أيام الصيف لكنها مرتفعة في أيام الشتاء. سطوع الشمس يعبر عنه بعدد ساعات سطوع الشمس في اليوم أو الشهر أو السنة، ويختلف هذا العدد باختلاف الفصول والموقع من دوائر العرض ودرجة التغييم. يرتفع عدد ساعات سطوع الشمس السنوية في الصحاري الواقعة بين المدارين، ويقل في المحيطات وفي القطبين. أيضاً من عناصر الطقس والمناخ لدينا حرارة الهواء والضغط الجوي. ماذا يقصد بحرارة الهواء؟ تقاس حرارة الهواء بالدرجات من سلم سيليليوس أو السلم المئوي. حرارة الهواء اليومية متبدلة على مدار الساعات من اليوم، فهناك حرارة قصوى وحرارة دنيا. الحرارة القصوى تسجل بعد ساعتين من مرور الشمس وسط السماء. يؤدي عدم تساوي كميات الأشعة الشمسية الواصلة إلى سطح الأرض إلى نشوء مناطق حرارية متباينة. المعدل اليومي للحرارة يساوي الحرارة اليومية الدنيا زائد الحرارة اليومية القصوى قسمة 2. الضغط الجوي، الضغط الجوي هو وزن الهواء الذي يعلو مكان ما على سطح الأرض، ينخفض كلما ازداد الارتفاع عن سطح الأرض. يعني كلما ارتفعنا إلى الأعلى ماذا ينخفض الضغط الجوي. في مراكز الضغط الجوي المرتفع تتراوح قيمة الضغط الجوي العادي بين 1020 إلى 1030 ملي بار عند مستوى سطح البحر، وقد يتجاوز 1080 ملي بار، ويشار الضغط الجوي المرتفع في الخرائط المناخية إلى علامة زائد. في مراكز الضغط الجوي المنخفض تتراوح قيمة الضغط الجوي عادة بين 1000 إلى 980 ملي بار عند مستوى سطح البحر، وقد تتدنى إلى ما دون 875 ملي بار، ويشار للضغط الجوي المنخفض في الخرائط المناخية بعلامة ناقص. أيضا من عناصر الطقس والمناخ الرياح، الرطوبة، التساقط. الرياح ماذا يقصد بها؟ هي الهواء المتحرك من مناطق الضغط المرتفع نحو مناطق الضغط المنخفض. يقترن اسم الرياح دائما بسرعتها وجبهاتها. يقصد بجبهة الرياح الجبهة التي تأتي منها الرياح. تقاس الرياح بالعقدة أو بعدد الأمتار المقطوعة في الثانية الواحدة، كيلومتر في الساعة. أنواع الرياح لدينا رياح تجارية، رياح إقليمية وتسمى بالرياح الموسمية، رياح محلية كنسيم البر ونسيم البحر في بلاد الخليج العربي. الرطوبة ماذا يقصد بها؟ هي بخار الماء الموجود في الهواء. كلما ارتفعت الحرارة زادت قدرة الهواء على استيعاب كميات أكبر من بخار الماء. يقابل كل حرارة معينة للهواء كمية قصوى محددة من بخار الماء لا يمكن للهواء أن يتجاوزها، وبذلك تتكون عندنا الرطوبة في الجو. التساقط
عندما يرتفع الهواء الرطب تتناقص حرارته تدريجياً، فلا يعود قادراً على حمل كميات بخار الماء نفسها التي كان يحتويها. كمية بخار الماء الزائدة تتحول بالتكاثف إلى حبيبات ماء صغيرة جداً هي التي تتشكل من خلالها الغيوم، ثم تتلاحم حبيبات الغيوم لتشكل قطرات كبيرة الحجم، ووزنها يثقل فتسقط على الأرض على شكل أمطار أو ثلوج. النشاط الثالث، العوامل المؤثرة في الطقس والمناخ. لدينا مستندان. المستند الأول يوضح من خلال الألوان الموجودة في مفتاح الخريطة اللي هو مناطق الحارة والمناطق المعتدلة والمناطق الباردة، فعلى الطالبة أو الطالب أن ينظر إلى هذه الألوان وماذا تعني له. المستند الثاني يوضح المستند مناطق المطيرة ومن أين تستمد هذه الأمطار. المطلوب اقرأ الصورتان ثم أجب عن الآتي: 1. اذكر العوامل المؤثرة في الطقس والمناخ والواردة في الصورة. 2. هل هناك عوامل أخرى مؤثرة في الطقس والمناخ؟الإجابة: العوامل المؤثرة في الطقس والمناخ: أولاً المساحات القارية والبحرية، 2. الارتفاع عن سطح البحر، 3. الجبال، 4. الموقع من دوائر العرض. العوامل المؤثرة في الطقس والمناخ: موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. 1. المناطق الواقعة بين دائرتي عرض 30 درجة شمالاً و 30 جنوباً حارة ورطبة عند الاستواء، لكنها حارة وجافة عند المدارين. المناطق الواقعة بين دائرتين عرضاً 30 درجة إلى 60 درجة شمالاً وجنوباً معتدلة مائلة إلى الدفء لجهة الدائرة 30 ومائلة إلى البرودة لجهة 60. المناطق الواقعة بين دائرتي عرض 60 درجة شمالاً وجنوباً هما نقطتي القطب البارد جداً. الارتفاع عن سطح البحر: مع الارتفاع تنخفض حرارة الهواء بمعدل درجة واحدة، درجة مئوية واحدة لكل 150 متر من الارتفاع، وهذا ما يؤدي إلى تدرج المناخ في المناطق الجبلية. الجبال: الجبال والتلال لا توقف حركة الرياح، بل تجبرها على الارتفاع أو الانحراف أو الهبوط تبعاً لاتجاه منحدراتها. الرياح الرطبة عند اصطدامها بجبل أو سلسلة جبلية تضطر للارتفاع لكي تكمل طريقها، وعندما ترتفع يبرد هواءها ويتكاثف ماذا؟ بخارها، وتتسبب متساقطات غزيرة جداً، أي سقوط أمطار غزيرة جداً. بعد اجتيازها الحاجز الجبلي تعود إلى الهبوط فينضغط هواءها ويسخن وتقل رطوبتها وتقل كثيراً المتساقطات الناتجة منها. تأثير المساحات القارية والواجهات البحرية: الرياح الرطبة القادمة من المحيطات تسقط معظم أمطارها لدى وصولها إلى ماذا؟ إلى المساحات القارية. تقل هذه الأمطار كلما زاد توغل هذه الرياح داخل القارات، لذلك نجد أن السواحل الغربية للمناطق المعتدلة أكثر أمطاراً ودفعاً من السواحل الشرقية. أما السواحل الشرقية
في منطقة ما بين المدارين فهي كثيرة الأمطار، بينما السواحل الغربية جافة وصحراوية. تؤثر التيارات البحرية في مناخ السواحل التي تمر بالقرب منها، فالتيارات الحارة تسهم في زيادة الدفء والأمطار، بينما تتسبب التيارات الباردة حدوث الجفاف وماذا قلة الأمطار. النشاط الرابع، الأقاليم المناخية والمناخات الكبرى. اقرأ الخريطة ثم أجب عن السؤال الآتي: اذكر المناخات التي تسود في العالم مع ذكر مثال لكل مناخ. يمكنك الاستعانة من خلال مفتاح الخارطة على الإجابة. الأقاليم المناخية والمناخات الكبرى. تختلف عناصر المناخ والعوامل المؤثرة فيه من منطقة إلى أخرى، مما يؤدي إلى اختلاف المناخات على سطح الأرض. في المناطق الحارة تسود المناخات التالية: 1. المناخ الاستوائي، المناخ المداري، المناخ الموسمي، المناخ الصحراوي. المناخ الاستوائي يوجد في وسط أفريقيا وشمال أمريكا الجنوبية وماليزيا وأندونيسيا. المناخ المداري يوجد في وسط وجنوب أفريقيا ووسط وجنوب أمريكا الجنوبية وشمال وشرق أستراليا. المناخ الموسمي يوجد في جنوب شرق آسيا. المناخ الصحراوي يوجد في شبه الجزيرة العربية والصحراء الكبرى في شمال أفريقيا. في المناطق المعتدلة تسود المناخات التالية: المناخ المتوسطي والمناخ المعتدل المحيطي والقاري. المناخ المتوسطي يوجد في المناطق المحيطة بالبحر المتوسط في الشمال، شمال أفريقيا، وفي جنوب أوروبا. أما المناخ المعتدل المحيطي والقاري يوجد في شمال آسيا، خصوصا في روسيا ومعظم دول أوروبا وشمال أمريكا الشمالية وأيضا كندا. في المناطق الباردة يسود المناخ التالي: المناخ القطبي، القارة القطبية الجنوبية والمناطق القطبية في شمال آسيا وكندا وغرينلاند. انتهى الدرس، شكرا للإصغاء.